اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد ناجي. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ايه؟ والله ببقى جاي كده منشرح ده انا اللي ببقى والله يا كابتن اللي بيقولوا لي كابتن ناجي ببقى مبسوط. لا يعني مش انا لوحدي على فكره. النهارده ريال مدريد والسيتي كتبت على صفحتي البيت الكبير اهم من ريال مدريد والسيتي. مش عايز اقول لك ان انت يعني حبيبي طبعا. ربنا يخليك لينا يا كابتن ناجي. والله يعني دايما بنبقى سعداء بوجودك معانا. ايه رايك في الماتش لغايه لما دخلت يعني ريال مدريد وسيتي؟ ريال مدريد بيلعب بشكل دفاعي بحت ودي غريبه. 1-0 لانه طبعا محترم المنافس جدا. طبعا المنافس عنده عناصر مرعبه وتخوف. ولكن هو الراجل انشيلوتي هو دايما كده في الشامبيونز ليج بيلعب بالحته. عارف انت فظيع يا كابتن. النهارده هنشتغل ازاي؟ الماتش ده هنشتغل ازاي؟ وحتى ردود فعل جوارديولا فيها قلق فيها خوف. قال لك طالما في ريال مدريد يبقى ما فيش اي حاجه مضمونه. انا عامل له حساب قوي يعني. الناس كانت شايفه ان قبل الماتش ان لا يعني السيتي هيكسبوا كتير. لا 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 حتى عشان لا القدرات في ديفنس ريال مدريد بيلعب بشكل منظم يضايق اي حد يعني. لكن هم احيانا يفكوا بقى اللي هم طبعا في مباراه الدوري المساله بقت بالنسبه لهم تحصيل حاصل فبيغير بقى ويبدل ويلاعب ناس وكده. لكن مركز قوي النهارده طبعا مركز والله. وطبعا قدام فيه حاجه اسمها فينيسيوس ده فينيسيوس ده جامد قوي صحيح. يعني ما لا تامن لدغاته في كل وقت يعني. من دوري ابطال اوروبا لكاس الكؤوس. انا عارف ان حضرتك متابع جيد لكل طبعًا الاحداث طبعًا اللي بتحدث داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده منظم كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد او كانت البدايه النهارده سيدات ورجال. الحقيقه السيدات كسبنا والرجال كسبنا الحمد لله. اولا ايه راي حضرتك في الايفنتات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي وفوزنا بكاس السوبر طبعًا وكاس السوبر الافريقي؟ وعايز اقول ان النادي الاهلي ليه سمه يعني سمه في النادي ان انت بتحاول تكون بتعمل احسن حاجه. اوكي. من حيث يعني ان انت بدات تقرب قوي من نادي عالمي. اوكي. يعني زيك زي اي حد في العالم. برضو هتلاقي ريال مدريد برشلونه مانشستر يونايتد ليفربول كل الحاجات دي عندهم كره نسائيه والعاب فرديه صحيح. وبيهتموا بيها جدا. واحنا كذلك احنا مهتمين بالمساله دي من بدري. والايفنتات دي بتدي ليك شرعيه ان انت نادي القرن. نادي القرن ده لازم يبقى ليه اولويه. حتى اما المنظمين بيفكروا مين هينظم يلاقوا مين احسن حد ينظم يبقى النادي الاهلي. نادي الاهلي اداره بتعرف تجيب يعني سبونسر لكل الايفنتات. وبالعكس السبونسر هم اللي بيجروا صحيح. لما يعرفوا ان النادي الاهلي هو اللي هينظم. فالمساله دي بتفرق طبعا جدا. زائد ان انت بدات تبقى عينيك على الفرق. طبعا مدير النشاط الرياضي دلوقتي الكابتن خالد العوضي كان لعيب هاندبول كبير. الكابتن محمود ما بيبخلش عليهم باي حاجه. لعيبه اجانب حتى يعني استاذ علي زين من 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 بخارست الروماني. فيعني في اهتمام يعني. فنتمنى له الشفاء عالي. طبعا حظه كان وحش في المباراه. حظنا كمان احنا. فلا ما طبعا لعبوا مباراه كويسه جدا بس وقعوا قلبنا اخر 5 دقائق. النتيجة قربت لكن فاقوا في الآخر والحمد لله. الفرقة خدت الدوري وكالعادة هيروحوا كأس العالم زيهم زي كرة القدم. يعني هنتكلم عن كرة القدم دلوقتي. ولكن الأول يا كابتن حضرتك رحت شفت التجمع الخامس المقر النادي الأهلي في التجمع الخامس؟ ما أنا ساكن هناك. ساكن في التجمع. يعني رحت والافتتاح أول الشهر 1/6 إن شاء الله. كابتن أعلى عن كده. 1/6 كابتن أعلى. لا حاجة مدلعينهم قوي. حلو قوي يا كابتن. مدلعين الدنيا قوي. أنت هتروح هناك برضه ولا هتروح؟ أنا هروح هناك. هتروح هناك بقى مش هنشوفك يعني. لا لا هناك هيبقى اقرب طبعا. ده ما فيش 3-4 دقائق من البيت يعني. والله؟ والله. حاجه حلوه جدا يا كابتن بيه. وانا ما رحتش لسه. لا حاجه معموله يعني ديزاين عالمي كده واماكن كتير خضراء واماكن كتير لمناطق التدريبات والملاعب. وطبعا كان عندك بقى مساحات استغلتها كويس بشكل كويس شكل شيك قوي.
فيلا الاعضاء يستمتعوا بقى هناك في التجمع. هتبقى حاجه بيقولوا عملاقه لا وحاجه جداً عالميه جدا حاجه جدا حاجه حاجه و حلوة. فدان يعني. وبعدين انا احفادي بقى كلهم قريبين من مني يعني حواليك. حواليا. ما انت معادهم حواليك. انت عمال ترفض كل العروض بعدين هتكلم في الامر ده. ماشي. فاسيليا حبيبتي كانت قاعده معايا النهارده وتقول لي نروح النادي بكره، قلت لها لا لسه أوكي لسه اسبوع كمان اسبوعين. معلش بس انت حضرتك ممكن تروح تتفرج يعني. ما احنا رحنا رحت كذا مره. ما في يعني حصل نص افتتاح يعني كده وفي يعني شغال شويه، ولكن الافتتاح الكبير بقى في 1/6 ان شاء الله. 1/6 ان شاء الله. المقرات النادي الاهلي في كل مكان يعني، ناس بتسال تجمع الخامس مقر، الشيخ زايد مقر، مدينه نصر مقر، ثم المقر تجمع الرئيسي الجزيره. الجزيره طبعا. عندك في كل مكان الحمد لله مقرات كلها زي ما حضرتك شايف كده يعني. طبعا الاجدد دائما بيكون الاحلى. لا هو الاجدد عشان بيبقى فيه يعني حصل طفرات في المسائل الانشائيه. صحيح. المساحه بتدي لك فرصه ان انت تعمل حاجات يعني. مدينه الاطفال اللي معموله في التجمع حاجه ديزني لاند شبه يعني، جايبين العاب كده حديثه وبتاع وحاجات كويسة، والمناطق الخضراء يعني سيليا هتتبسط طبعا يعني. هتتبسط ها طبعا. عموما بما اننا بنتكلم خلينا نطلع نشوف تقرير عن نسر الاهلي يصل التجمع الخامس. لأنه الأهلي كبير العائلة الرياضية المصرية، وصل شعاره إلى القاهرة الجديدة بإعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن موعد افتتاح المقر الرابع في التجمع الخامس يوم 1 يونيو المقبل، والذي يعد استمرارا واستكمالا للطفرة الإنشائية والخدمية الكبيرة في كل مقرات وفروع النادي الأهلي. وتوالت خلال الفترة السابقة زيارات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومعه أعضاء المجلس لتفقد كافة المنشآت وأماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية وغرف خلع ملابس الفرق الرياضية ومنطقة ألعاب الأطفال والمنافذ الخدمية للأعضاء. وخلال الفترة الماضية تم ربط فرع التجمع إلكترونيا بمقر النادي بالجزيرة وكذلك فرعا مدينة نصر والشيخ زايد فيما يتعلق بالاشتراكات والملاعب والأكاديميات لإكمال عملية الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والفروع. كما جرى استقبال الأعضاء بداية من ديسمبر الماضي للتعرف على ما يضمه الفرع الجديد من منشآت وملاعب وغرف خلع ملابس ومناطق خدمات وألعاب للأطفال، وأيضا سيتم استقبال الراغبين في الحصول على عضوية فرع التجمع الخامس والانضمام لعائلة الأهلي. ويضم المقر الجديد في التجمع الخامس مجموعة عظيمة من الإنشاءات والملاعب والبنية التحتية التي تجعله مفخرة جديدة يضمها الأهلي إلى بنيته الأساسية لخدمة أعضاء جمعيته العمومية والرياضة المصرية. وخلال كلمته وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر للدولة المصرية وقياداتها على الدعم المستمر لكل المؤسسات الناجحة سواء كانت رياضية أو غير رياضية، وهو ما يؤكد أن نادي القرن يسير على نهج الدولة المصرية في التنمية والتعمير والتطوير والبناء لأجل جمعيته العمومية وجماهيره والرياضة المصرية بشكل عام. حابب أشكر كل مؤسسات الدولة الوطنية وقياداتها لأنهم فعلا بيقوموا بالمساندة والمساعدة لكل الكيانات الناجحة في مصر سواء كانت كيانات رياضية أو غير رياضية. إن الطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف مقراته وفروعه ليست فقط لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وإنما تتخطى ذلك لكونها إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية، لأن الأهلي دائما ما يمد المنتخبات الوطنية بعناصره المميزة
في مختلف اللعبات، وسيظل الأهلي بتاريخه العظيم ومبادئه الراسخة وبالتطوير المستمر سيظل رقم واحد. حاجة حلوة جدا، ولكن بقى خلينا ننتقل إلى كرة القدم. يعني كابتن ناجي، النهاردة النادي الأهلي بطيارة خاصة وصل إلى تونس في مباراة بشوفها ان هي مباراه وجهه نظري يعني صعبه جدا 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 مهما كان الترجي، لانه انا الحقيقه قلقان من كلمه انه اسهل من الفرق الثانيه، اسهل يعني الناس تقول لك اسهل من الفرق الثانيه، اصابات كتيره وعنده وعنده وعنده. صحيح، لا عنده مدرب كمان، يعني انا طبعا اشتغلت معاه سنتين الكابتن نبيل معلول ونادر داود المساعد بتاعه برضو داهيه، يعني مدربين كويسين جدا. وهو في قطر يا كابتن صح؟ في قطر. اوكي. لا المباراة مش هتبقى سهلة ابدا ابدا يعني. خصوصا المباراة الاولانية بتاعت الجمعة ان شاء الله. حتى لو بدون جمهور. حتى لو بدون جمهور، يعني اكيد هم الدوافع موجودة، انت بتلعب سيمي فاينل يعني اكيد الدوافع عندك عايز تبقى في الفاينل، لكن هي المسألة ان انت دلوقتي مطمن لحالة فرقتك. حالة فرقتك حالة يعني تسمح لك بالتفاؤل. وجهه نظر. لانه طبعا كل الخطوط فيها امكانيات كبيره، يعني اللي احنا شفناه في الثلاث اربع مباريات الاخيره يعني يدعو للتفاؤل فعلا، وان احنا ان شاء الله نروح نجيب نتيجه كويسه في رادس وان شاء الله نكملها في المباراه الثانيه. المباريات دي دايما بتبقى من المباريات اللي مهما كانت الاسم، يعني الاهلي لما بيلعب الترجي بيلعب الصفاقسي بيلعب النجم الساحلي. ايوه طبعا. الانديه اللي هي ذات الاسماء الكبيره في افريقيا اعتقد بتبقى المباريات دي، انا بس مضطر ان انا اصلي اركز على هذه النقطه ليه يا كابتن، لانه انا شايف اهلاويه كتير كمان مطمنين قوي. مطمنين يا كابتن. وانا يعني انا اتذكر في مباراه فاكر كسبنا هنا 3-1، خسرنا 3-0 وخسرنا 3-0. فاكرها المباراه دي؟ طبعا. فيعني دايما المباريات اللي زي طبعا اللعب مع شمال افريقيا بالتحديد هم لعيبه كوره، يعني اذا كان عندهم ازمه في لعيب، عندهم ازمه في جماهير، عندهم، لكن هم لعيبه كوره اولا واخيرا. الجزائر، تونس، المغرب، الثلاث بلاد دول يعني زينا زيهم يعني في الكواليتي اللعيبه. اوكي. فلا يعني لكن زي ما بقول لك انه عندك مدرب كويس قوي بيعرف يعمل توليفه كويسه، بيعرف يريح لعيبه ولاعب، وخلى اللعيبه كلهم تقريبا ما فيش اساسي واحتياطي. صحيح. اي حد بينزل بيعمل ادوار كويسه. حاله الشناوي بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. فرقه على بعضيها كده بتقدر تاخد اللي هي عايزاه من المباراه بمنتهى الاحترافيه، يعني المباراه بتتقسم على اوقات، امتى يبقى تحت الكوره، امتى يضغط ضغط عالي، امتى يضغط ضغط جناب. لا يعني في رؤيه وفي استراتيجيه للمدرب، وفي ادوات بيستخدمها بشكل جيد، وهم يعني فاقوا في الوقت المناسب. يعني كان عندنا دروب كده شويه في بعض الاوقات، لكن الوقت اللي هم احنا محتاجينهم يفوقوا فيه فاقوا. اهم ما يميز كابتن نبيل معلول ويخليك تبقى يعني واثق ان هو عنده فرقه او يقدر يعمل فرقه او تبقى مباراه صعبه. هو طبعا انا برضو بشفق عليه يعني لانه يعني عنده مجموعه لعيبه لسه ما عندهاش خبرات، برضو بيستخدمها. هو اتغلب اخر ماتشين في الدوري بالظبط، وعليه هجمه جماهيريه كبيره جدا 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 حقيقي. ما بتتعملش على نبيل معلول بالذات. يعني إيه وجهة نظرك كانت ايه؟ لانه السوشيال ميديا اتحركت فجأة ضد نبيل معلول اللي هو معبود الجماهير يعني. بالظبط، انا اللي انا عارفه ان كابتن نبيل يعني في حتة تانية. وهو كمان بيعرف يتعامل في المنطقة دي. فان المسألة تبقى كده فيبقى في حاجة يعني هجمة عامة كده على كبيرة على الراجل يعني. لكن طبعا نبيل شخصية من الشخصيات القوية. عايزين نقول له بس يعني هارد لك الماتش ده ان شاء الله، وبعد كده نشوف حاجه. لا فنيا برضو يا كابتن يعني عالي جدا، اهم عالي ما يميزه فنيا. وهو كمان بلس ان هو مدرب كويس، هو محلل اداء كويس. لا رائع
يعني رائع. انت لو ما تشوفه في نتفرج عليه بيحلل في المباريات بتلاقيه بيتكلم في جوانب وزوايا يعني ما تشوفهاش الا مدرب كبير. طريقه لعب كابتن نبيل بيعتمد على خماسي في خط الظهر يعني. لا هو دلوقتي عشان في قلق عشان في بقاله 3 4 ماتشات خلي بالك عشان يعني. في بس هو مش طبيعته يعني. لا هو دايما بيلعب 4 3 2 1 او 4 3 3 يعني هو مغير عشان حاله الفرقه لا يعني لا تامن ان هو عايز يعمل حته ان يامن قوي. لا هم نفسيا اللعيبه يحسوا ان هو عامل لهم كفر في الملعب فبيبقوا مطمنين شويه ان عدد المدافعين كتير. هو ده ذكاء من المدرب. لا طبعا لانه شاف حاله الفرقه ما هياش احسن حاجه فهو بيختار انسب حاجه لانه ان هم يعليهم نفسيا ان انا بعمل لكم حاجه تناسب المرحله دي لغايه لما نعدي يعني المرحله دي وبعد كده ان شاء الله ما يعديش الاول معانا وبعدين يعني بعد كده يبقى يعدي ان شاء الله بعد بعدين فهو طريقه لعبه المعتاده 4 لكن هو الايام دي بس مغير قد يكون سبب في الهزه الفنيه ان هو مغير فجاه لا ما هو بيمرن على يعني هو غير بيمرن على الطريقه اللي هو اختارها اوكي اكيد بيمرن عليها يعني لكن هو طبعا طبعا عنده جناح مهم جدا مصاب حمدي الهوني ده من الناس اللي هي كان يعني بيامل ان هي يعتمد عليه بشكل كبير الناحيه الفرديه بيخلص يعني صحيح فده كمان عامل له قلق جامد جدا وده في صالحنا طبعا ان حمدي مش موجود ولكن زي ما انت بتقول مش هنركن ابدا على ان ده مش موجود او ده موجود احنا هنركن ان احنا نبذل اقصى جهد في ال 90 دقيقه ونطلع بقى احسن نتيجه ان شاء الله تدينا يعني افانس هنا في ملعبنا ان شاء الله ونستعد بقى للنهائي اذا كان الوداد او سان داونز. طيب لما ننظر للنادي الاهلي يا كابتن حضرتك اتكلمت دلوقتي عن نادي الترجي لما ننظر للنادي الاهلي لو انت مكان كولر او لو معاه في الجهاز هتنصحه بايه في مثل هذه المباراه؟ مباراه بدون جمهور بتلعب نادي كبير زي نادي الترجي هتقول في الدور قبل النهائي هتقول له ايه؟ هو طبعا كولر يقول للعالم كلهم يعني ده مدرب كبير جدا لكن هو طبعا اكيد طب خلاص هينظر ليه؟ هيبص عليه؟ لا شفناه حتى في مباريات منافس ما هواش قوي قوي لكنه بيحترم المنافس بشكل كبير جدا اوكي بيلعب تحت الكوره وبعدين لما نستحوذ على الكوره بيبقى الخطوط كلها بتشتغل في رسم بياني معين وانا شايف ان في جمل بتاع ده فيفا واللي اتعمل الماتش اللي فات حاجه تفرح لو بتاع يعني. لو جت لاحمد عبد القادر لبيرسي تاو لاحمد عبد القادر لو جت يعني صح حاجه طبعا حلو. ده شغل مدرب وده شغل واضح يعني زي الشمس اوكي فلا هو كمان يعني اثناء اللعب بيفرز كويس جدا وبيصنف الناس اللي تستمر والناس اللي تخرج يعني بيعرف ان هنا لازم مثلا في لعبكه شويه هنا في كعبله شويه هنا فبيعرف ياخد قرار على طول ان يشيل فلان ويحط فلان حصلت اكتر من مره في اكتر من مباراه يعني التغييرات بتاعته فيها جرأه وفيها مش عامل حساب لحد يعني عامل حساب للفرقه بس طبعا ارقام مهمه جدا جدا سواء لكولر او لنبيل معلول الحقيقه الاثنين من المدربين الكبار اللي هيكون او ليهم دور دايما كل واحد مع فرقته سواء مستر كولر مع النادي الاهلي او كابتن نبيل معلول مع نادي الترجي كابتن ناجي قبل بس ما اكمل كلامي في هذه النقطه لان هذه نقطه مهمه جدا جدا انا عارف ان انت رفضت عروض خلال الايام السابقه يعني واللي انا عارفه وحضرتك صحح لي لو غلط ولا صح ان كان هناك ورقه على بياض اتقال لك يعني اتقال لك اكتب الرقم اللي انت عايزه وتعالى درب وكده حضرتك رفضت احتراما لحاجات كتيره جدا يعني لا هو طبعا اولا الكابتن ميمي ده عايز اقول لك اكتر من اخويا يعني كابتن ميمي عبد الرازق طبعا تمام وشخصيه يعني مدرب رائع جدا وراجل محترم فاهم ومحاضر كمان تقيل فظيع يعني انا شفته وسمعته واتكلم معايا فانا يعني قلت له كابتن يعني قلت له الاول انا هستخير قال لي طب حلوه دي قوي انا مستناك بالظبط وبعدين في وسط الكلام قلت له لا كابتن ما انا ممكن ارشح لك حد يعني رشحت له كذا اسم يعني واختار واحد منهم يعني والله كابتن خالد عبد الله ده من المدربين اللي انا بثق فيهم جدا مدرب رائع جدا وقعدنا نتكلم حتى في المساعدين بتوعه وانا فكرت في فلان وفكرت في فلان
وطبعا كصديق يعني اسم طبعاً كبير كصديق يعني برضو. لكن بالنسبه لي كان يعني انا دلوقتي عندي عروض مؤجله للسنه، يعني مثلا في اثنين مدربين بدون ذكر اسمائهم قالوا ارتاح اول السنه ارتاح عشان هيجي لنا عروض كويسه، يعني في اثنين يعني اوكي بدون ذكر اسمائهم يعني فانا لا يعني ان شاء الله باذن الله يكون في مشروع كويس قوي طبعا. ولكن برضو لانه الحقيقه مضطر اسال بقى هذا السؤال، لانه حضرتك رفضت لاسباب كتيره جدا، ولكن من اهم هذه الاسباب هو احترامك لجمهور الاهلي وحبك مش واسمك. مش الاسباب ده السبب الرئيسي. ايوه هو ده السبب الرئيسي. يعني هو ده السبب اللي خلى كابتن احمد ناجي يرفض هذا الامر أكيد. يعني الكلام اللي انا بقوله صح ان جالك؟ اصل انا عرفت الكلام ده من بره وقلت افاجئك على الهوا يعني. لا دي حقيقه يعني دي حقيقة. كان معاه نائب رئيس النادي الاستاذ حسيني. اوكي كان هو طبعا هيتكلم هو بالاسماء طبعا يعني وكلمني فانا برشح له ناس، قال لي انا احنا عايزينك انت. قلت له انا لا صعب، انا بالنسبه لي صعب. اوكي والحمد لله وفقوا في مدرب كويس جدا ان شاء الله يكون كابتن ميمي يستاهل كل خير، وطبعا بورسعيد بلد كبيره ونتمنى لهم التوفيق يعني. طيب كابتن ناجي نرجع تاني بقى لمباراه الترجي والنادي الاهلي، بنقول الترجي الاول لان هي المباراه هتبقى في تونس يعني. هذه المباراه من وجهه نظرك دور محمد الشناوي في هذه المباراه هيكون عامل ايه؟ لا دور محمد الشناوي مش في هذه المباراه، في كل المباريات يعني في كل المباريات الكبيره بتلاقي حد كبير وراك. ايوه مدي باور للي قدامه، وبعدين هو يعني بقاله يعني فتره طويله جدا لما يبقى انت محتاج ليه ما يخذلكش ابدا. كل حراس العالم في الدنيا كلها في اخطاء، ده وارد جدا جدا. ولكن دايما كنت انا اطلع اكل بسناني اي حد يتكلم عليه، عشان عارف انه شويه واحد في عدي يعني مش هتبقى خلاص يعني. ما هم وبعدين تيجي الايام انه هو حد مهم جدا، وحد لا خلاف انه هو ركيزه من ركائز الفوز في البطولات في النادي الاهلي في اخر 7-8 سنين من ساعه كاس العالم، من لما رجع من كاس العالم وقبلها كمان بشويه. فلا يعني كمان ادواره كقائد واضحه جدا. لكن عايز اقول له برضو ايه يعني، خلي بالك شويه عشان ما يحصلش اي حاجه، لان انت مهم جدا ووجودك في الملعب مهم. تفضل ان القائد الفرقه يبقى حارس مرمى ولا في الملعب؟ لا ما احنا عندنا طقوس يعني، احنا عندنا اقدم واحد بيبقى. لا مش قصدي انت ككابتن ناجي يعني، لما يبقى عندك قائد الفرقه حارس مرمى احسن ولا بيلعب في خط النص احسن؟ لا هو يعني كابتن الفرقه لازم يكون شخصيه يعني، لازم يكون هو الحارس او المدافع او نص ملعب. مش فارقه. لا مش فارقه، لكن هو طبعا بيجمع بين الفنيات والقياده وتاريخ كبير جدا وارقام مرعبه. اعتقد برضه كابتن واحد زي علي معلول ودوره الواضح الحقيقه مع النادي الاهلي بيبقى مؤثر بشكل ايجابي كبير جدا. يعني علي بقى زي المصريين كده، بقى مصري يعني ما بقاش طبعا. ملحقك هو كابتن ولا إيه؟ ما لحقكش؟ لا 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 علي صغير يعني، هو طبعا الناس بتقول عليه كبير، لكن انا شايف ان هو لسه قدامه سنتين ثلاثه على الاقل يدي في الملعب بشكل جيد جدا. ده مواليد 91 تقريبا. لانه محافظ على يعني الحياه اللي هي المفروض تديله وقت في الملعب يعني. عمرنا ما شفنا حد بيقول علي معلول سهران او علي معلول مش عارف ايه، ما فيش كلام من ده خالص. صحيح يعني الراجل بيتخلص تمرينه ويروح على بيته خلاص يعني، فهو بياكل كويس بينام كويس بيتمرن كويس. وده باين على ادائه في الملعب. طبعا حد من الناس اللي هاني كمان في الناحيه الثانيه عامل عظمه في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه. مروان عطيه حاجه جميله جدا، وطبعا انا يعني بحبه حته زياده كمان عشان من كفر الدوار. ايوه من عندك. ايوه فلا وحمدي وديانجو سلية لا يعني حتى نص الملعب لو شلت حمدي لو شلت سلية لو شلت ديانج لا يعني ما فيش مشكلة خالص. بمناسبة سلية عودته اعتقد هتفرق كتير برضو. اكيد لانه عنده مميزات، هو لما الملعب بيتقفل انت بتبقى محتاج عمرو السلية جدا.
يعني عنده معلش يعني ايه يا كابتن نشرح لنا؟ لانه عنده ميزه الشوط من خارج المنطقه تحركاته في المنطقه بتعمل خلخله للمدافعين فطبعا بتبقى دوره اكيد المستر كولر طبعا يعني عارف ده كويس يعني. اهم عوامل الفوز بقى على الترجي في ارضه هو النادي الاهلي مؤمن دايما انه رايح يفوز. تمام. دي اهم عامل من العوامل انه رايح انا رايح افوز و يعني ما وفرش جهد ايا كانت النتيجه في اي وقت من اوقات المباراه انا عارف ان انا اقدر ارجع للمباراه تاني وعندي ايمان بكده فدي من الحاجات المهمه جدا لفرقه البطولات. يعني احيانا بيبقى احنا مشهورين بالبلاس 90 صحيح يعني فهي دي مش بلاس 90 لا هي روح لاعبين عندها ايمان ان هي لحد الحكم ما يصفر تقدر تكسب في اي وقت تقدر تعدل النتيجه وتكسب كده يعني. من اصعب انت لعبت مباريات ترجي كتير طبعا طبعا من اصعب المباريات اللي انت لعبتها مش لعبتها يعني او كنت مدير فني فيها مدير يعني مدير فني للحراس عضو من اعضاء الجهاز يعني عضو من اعضاء انا مدير فني دايما اقول مدير فني للحراس انت تحديدا يعني انا في لعبت في 26 بطوله 36 بطوله مع النادي الاهلي 36 مع بقى مع من اول الديكسي وبنفرير ومستر مانويل مره واثنين وثلاثه مثلا وكابتن حسام البدري كابتن فتحي مبروك يعني مع مدربين كتير جدا يعني حصلت مع كعضو من اعضاء الجهاز الفني على 36 بطوله بسم الله ما شاء الله امسك الخشب ست مرات افريقيا بقى والسوبر وكاس واربع مرات كاس عالم للانديه في اليابان منهم اثنين يعني ثالث واحد رابع يمكن فلا يعني والبطولات دي كل العوامل المساعده فيها هو روح النادي الاهلي وروح اللعيبه وانه الايمان بان كل القائمين عن العمل من رئيس النادي اعضاء مجلس الاداره يعني كنت انا بدي محاضره للمستوى الليفل ايه اللي شغاله دلوقتي كان مستر مدرب المنتخب ده بيتوريا حصل له ظرف فانا يعني رحت عشان ادي محاضره مش بتاعه حراس المرمى بشكل عام ما لا هي فريق وراء فريق يعني الفريق اللي بيلعب ده وراه فريق تاني أوكي. الفريق ده التاني ده هو سبب نجاح الفريق اللي في الملعب من غرف الملابس من جهاز طب وداري من مساعدين من اداره النادي من رئيس ده الفريق التاني ده الفريق التاني اللي بيلعب للفريق اللي الفريق اللي هو الاساسي هي المحاضره كانت عنوانها كده 25 يعني لعين. المحتوى بتاع المحاضره كان كده ما كانش حراس مرمى جاي يعني انقاذ موقف مكان فيتوريا ف كل الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع يعني محسود عليه النادي الاهلي واللعيبه اي لعيب تكلمه في اي نادي في مصر او اي مدرب تكلمه في اي نادي في مصر يقول لك النادي الاهلي عجبني كابتن جدا كابتن محمد عمر لما يتكلم عن النادي الاهلي او كابتن حلمي طولان او كابتن فاروق جعفر لما يكلمه عن النادي الاهلي يقولوا النادي الاهلي ده نادي اوروبي في ارض مصريه اوكي فالفريق اللي ورا الفريق يعني عنوان المحاضره انا يعني خدت المحتوى بتاعه الاهلي من اللي انا عشته في النادي الاهلي فيا بخت اللعيبه دي بادارتهم يا بختهم بالجهاز الفني بتاعهم لانه انت تلاحظ لما جهاز فني بيخفق او بيبقى ما فيش عدم رضا عليه النادي الاهلي بيدور على احسن واحد يجيب احسن واحد فلا يعني المساله ماشيه بشكل وان شاء الله يبقى في افكار تانية ومشاريع تانية وتبقى يعني مساله ان النادي الاهلي يستمر على القمه دي محتاجه جهد كبير وعمل دؤوب مستمر ومستمر وفي كل الالعاب خلي بالك ما هو طبعا انت المشكله يعني انا لسه كنت عايز اتناقش وان شاء الله برضو هبقى يعني حضرتك لو تسمح لنا تبقى موجود معانا نتناقش في هذا الامر لانه انا بشوفه امر صعب جدا ان انت تبقى على القمه في 24 لعبه او 25 لعبه اولا الموضوع مهلك جدا 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 وبعدين انت بتلاقي حاله من الحزن وال ويعني زي ما يكون عزه لما فرقه تخسر مره لو تنست يعني لا بس الرياضه كده يعني عادي يعني ما عادي بس هو طبعا ان انت عشان بقى هابت
يعني عاده ان انت بتكسب كل مره كل مره كل مره. فلما تيجي تخفق مره يعني احنا كرياضيين او كالناس عايشين في الوسط الرياضي بتبقى حتى الـ يعني اعاده الاستشفاء بتاعه اللعيبه اللي زي كده ما بتبقاش صعبه قوي لان هو بيبقى خسران مره في 10 او خسران مره في 6 في 7 فيعني اعاده تاهيل اللعيب اللي زي كده بالعكس انت بتدي له باور زياده ما بتبقاش صعبه قوي يعني اوكي فلا يعني هو طبعا انا يعني مثلا ومعظم الاهلاويه وانا واحد منهم انا مره كان قلبي هيقف على كره بينج بونج رايحه جايه جت نكسبها راحت نخسر الماتش يا لهوي فالكره رايحه جايه وانا عندي ضربات قلبي سريع اقسم بالله هذا مصدقك الكلام اللي انا بقوله ده بشوف يعني كره بينج بونج فجماهير النادي الاهلي حتى والله عندي واحد في الكافيه واحد شغال يعني ويتر يعني يقعد يشرح لي ازاي في كره الطايره هنعدي مش عارف اما نلعب هليوبلس ونلعب مش عارف ايه وهنكسب كذا ومش عارف هنقابل في الزمالك في النهائي وان شاء الله واحد ويتر يعني يقعد يشرح لك الدنيا ماشيه ازاي في الطايره او في الهاندبول مش في الكوره ده في الكوره طبعا ده استاذ ورئيس قسم فهي الناس مجنونه بحاجه اسمها النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي بيراعي ان جماهيره مش مهتمه بكره القدم مهتمه بكره القدم لكن مهتمه بان انت يعني دائما اسم الاهلي في كل حاجه نمره واحد ولكن حتى في الملابس يعني تبص تقول النادي الاهلي لابس مش عارف ماركه ايه والنادي مش عارف يعني صحيح مهتمين بكل حاجه كل حاجه لكن انا بتكلم هنا وبقول لحضرتك ان شاء الله يعني هعملها الفتره اللي جايه عشان اشوف برضو الاراء لانه الحقيقه انا بشوف برضو الموضوع اصبح مهلك بطريقه اولا اقتصاديا وكل حاجه كل حاجه كل حاجه في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي ولكن ما زال النادي الاهلي بيحافظ على القمه في هذا الامر فان شاء الله لو تسمح لنا يعني يجي وقت أنا تقدر انت اولا فيه. مش عايز اقول لابني عشان يعني ما لا انا يعني اخوك الصغير كبيره لا يعني في اي وقت في اي زمان وفي اي مكان انا تحت امرك المواضيع اللي انت عايز تتناقش فيها طب رايك بسرعه في هذا الامر ايه بسرعه كده يعني اللي هو 24 لعبه هو طبعا مفيش نادي في العالم بيبقى مركز على كم الالعاب ده صحيح لكن انت قدرك بقى ان انت لازم تبقى موجود في كل المحافل اللي هي موجوده في 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 كل الالعاب في مصر يعني اتعودنا على كده من زمان قوي حتى يعني دلوقتي في صدد ان احنا نعمل فريق كره قدم نسائيه صحيح لا ده اصبح لزاما عليك يعني فهتلاقي بقى هنا برضو هتلاقي فرقه محترمه وهتلاقي لعيبه جامده وهتلاقي الله ولازم تكسب البطوله ولازم تنافس على كل تنافس يعني طيب ارجع تاني للترجي هل حضرتك شايف ان مستر كولر هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها في مباراه السوبر اللي كسبناها ولا هيكون هناك شكل مختلف نظام الراحه فتره الراحه البينيه بين السنه والتانية اللعيب ازاي يرتاح يعمل استشفاء يرجع للسيزون الجديد وهو بكامل يعني عافيته بعد الراحه مفيش لعيب بره ان تقول له ما تاخدش شهر بين المواسم لا جريمه استحاله فلا في حاجات كتير تتعمل الكوادر ازاي انت تعدها الكوادر اللي هي هتشتغل ازاي انت تعدها مش مجرد ان انا كنت لعيب كوره وبطلت يبقى انا مدرب لا لازم يبقى انت مؤهل من 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 الناحيه الاكاديميه زائد موهبتك انت كمدرب او كراجل يعني لان الناحيه الاكاديميه دي مهمه جدا ان انت تعرف معادلات التدريب الفسيولوجي السايكولوجي علم التدريب علم الحركه النيوتريشن التغذيه حتى التدليك يعني ممكن واحد مدلك يبوظ لك التدريبه بتاعتك صح فيعني هي دي بقى حته ان احنا وبدات الحمد لله دلوقتي احنا بدانا في الرخص وبصراحه معموله بشكل كويس جدا عدد الساعات والحضور ونجوم كبيره جدا بتاخد الرخصه انا بشكر الدكتور جمال محمد علي طبعا الحقيقه عامل شغل رائع عامل حاجه كويسه انتقدناه كتير الحقيقه ولكن لا الفتره دي عامل بصراحه لما جات له فرصه ان هو يعني يشتغل شغال وبشكل كويس جدا اتمنى بقى ان الحركه دي لا تهدأ الرخص بقى اللي هي من دي وسي وبي دول تطلع مجموعة مدربين وتتابعهم يعني ان انت تاخد رخصة ده جميل ان الرخصة بتاعتك تتابع عشان انت وتفرض عليك مذاكرة معينة عشان لما تيجي عشان ما تتاخدش منك تاني مثلا ممكن ايوه يعني بره زي رخص السواقة يعني لو انت عملت حوادث بيسحبوا منك الرخصة
فهي دي بالظبط البراعم والناشئين ليها رخصه والكلام ده كله لازم يكون المدرب مؤهل. وبعدين احنا بتبقى رخصه واحده يا كابتن بما انك بتتكلم عن البراعم والناشئين ولا لا؟ هي بتبقى رخصه دي وبعدين سي وبعدين بي. لا انا اقصد انه البراعم والناشئين لهم طريقه تدريب معينه. ايوه طبعا لان فدي ليها رخصه معينه اكيد، لان في الحته دي فيها ثلاث مراحل، قبل البلوغ واثناء البلوغ وبعد البلوغ، كل دي مراحل فسيولوجيه بتشتغل على سكيلتون او على جهاز عظمي معين ومناشئ ومضاغم عضلات لسه بتتربى وبتتعمل. ده موال. فبيبقى السن الصغير ده بيبقى التدريب بتاعه سكيلز بس، مهارات بس، لحد ما يعدي مرحله سن البلوغ بيدخل بقى العناصر البدنيه، القوه والسرعه والرشاقه والمرونه والتحمل والحاجات دي كلها. بس احنا دلوقتي بنعرف هو اللعيب ده في انهي مرحله، قبل البلوغ ولا اثناء البلوغ ولا بعد البلوغ، بيبتدي المدرب يبقى فاهم. لان دلوقتي كل نادي يروح مسنن 5-6 لعيبه عشان ياخد بطوله، صح، هو ده اللي بيحصل. فلا لازم الحاجات دي كلها نبص عليها كويس جدا عشان الكره تتطور في مصر، والا هنبقى طفرات. يعني مثلا نادي زي النادي الاهلي فمهتم بكل الحاجات، هو اللي ناجح هو اللي كويس. لا، عايزين التطوير يبقى في كل في المحله وفي الاسماعيلي وفي واسكندريه وفي كفر الشيخ وفي طنطا، تبقى منظومه العمل ده فيها ممنهج بشكل ان يطلع من كل. يعني مثلا انا رحت هولندا بيعملوا تور مثلا في نادي روتردام او اي نادي من الانديه، بتبص تلاقي كل المحافظات جايبه كل اللعيبه. التور ده بيبدا 8 الصبح يخلص 8 بالليل، تلاقي كل المواهب بتتجمع في يوم واحد من كل المحافظات. ومدربين المنتخبات الاعمار السنيه، ولكن انت تتخيل ان في هولندا وفي البرتغال 8 فرق في المنتخبات ما بيمشوش ابدا. يعني مش يخلص البطوله يمشي، لا هو مدرب، هو لا اللعيبه ثمان فرق في البرتغال وفي هولندا بالتحديد، يعني يمكن دول ما بي يعني ليهم بطوله ما لهمش بطوله، دول بيتربوا لعيبه منتخبات. فهمتك. يعني مش مثلا يلعب بطوله يخسر يروح كانه نادي، لا كانه نادي. ايوه، بيجيبوا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع مع المدربين اللي انت بتعملهم. يعني مثلا انا قصه عرفتها كانت عجبتني جدا، ايروين روبن بتاع بايرن ميونخ الهولندي ده ماسك فريق 15 سنه في بايرن ميونخ. اوكي، جايبين له ستاف من 8 افراد. الستاف ده فيه كل علوم التدريب عشان يجهزوا روبن اللي هو المدير الفني. وهو متفهم كده ان دول اساتذتك اللي هيعلموك التدريب، انت هتشتغل في الخطط وهتشتغل في الفنيات، ودول ده بتاع السيكولوجي، ده بتاع الفسيولوجي، ده بتاع علم الحركه، ده بتاع النيوتريشن التغذيه، ده بتاع التدليك، ده بتاع دول انت هتتعلم منهم عشان تطلع مثلا مدرب ثالث في الفريق الاول بعد 2-3 سنين. الله، يعني عاملين له كورس عملي على في الملعب بحيث ان هو يخرج من تجربه الناشئين دي مؤهل تماما ان هو يقدر يتحمل مسؤوليه الفريق الاول كرجل ثالث وبعدين رجل ثاني وبعدين مدير فني مثلا. فشوف في الفكر، زائد طبعا اللاينسز اللي بياخدها بقى بره او عشان ياخد شهاده تدريب عشان كذا، لكن هو النادي عامل مدرسه لروبن في الفرقه بتاعته في الفرقه 15 سنه. فانا بقرا طبعا يعني لا فكره عظيمه طبعا، فكره عظيمه ان انت مثلا تجيب يعني واحد اكاديمي في مثلا في علم التغذيه مثلا، وتشغله مع سين من الناس في مصر، وتفهمه ان اللعيب ياكل امتى وما ياكلش امتى، وياكل ايه وما ياكلش ايه، وقبل المباراه بياكل ايه، والمواد اللي بتتفجر اثناء المباراه وتدي طاقه ايه وايه وايه وايه، وفي الحاجات دي كلها. تخيل المدرب بقى لما وتقول له ان في ده عملي. وتقول له ده بتاع التدليك، امتى التدليك النقر وامتى العجن وامتى المسح، اللي قبل المباراه بيبقى ايه، واللي اثناء الوحده الثقيله بيبقى ايه، واللي اثناء يعني كليه قاعد فيها المدرب. رائعه. وده معمول في كل ال عرفته يا كابتن الكلام ده على الاتحاد مثلا او على النادي او على كذا او ما على دي كده. فكره لازم يعني العالم بقى قريه صغيره. يعني الافكار دي خلي بالك ما بقتش صعبه قوي، يعني حته الملاعب دي ما بقتش صعبه خالص، حته ان انت تجهز مدرب دي ما بقتش صعبه خالص. ان انت تعمل كوادر، ان انت تعمل كذا، ان انت تعمل كذا، دي ما بقتش صعبه خالص. بس يعني الناس ايه عندنا بتبقى ردود افعالها تحت رجليها. يعني احنا عندنا ماتش مع مش عارف مين فنحشد الحشود عشان الماتش ده بس. صح.
صح. صح هي المساله مش كده، المساله باكج بيطلع منه منتج. المنتج ده بيطلع من مثلا، يعني هقول لك مثلا مانشستر يونايتد في بند حراسه المرمى عنده 33 حارس حول العالم، منهم 3 في الدوري الانجليزي، اللي لعب نهائي الكاس ضد مانشستر يونايتد بتاعهم. اما جاء حد ضحك حد او خد ميداليه في اليوم ده هو مع مانشستر يونايتد بتاعهم. فانت المنتج ده انت عايز تعمله ازك، يعني مثلا حراسه المرمى بيبقى فيه صعوبه ان هم يلعبوا في الفريق الاول. صح. فانت المركز التكوين بتاعك بيعمل انكم، يعمل دخل. الدخل ده ممكن يعمل بالانس في الـ في الـ في الاوت كم من الفريق الاول، مثلا بيصرف 10 مليون 15 مليون تحت جاب لك 6 منهم او 5 منهم، شكرا. جاب لك لعيبه كان بها، ما جابلكش لعيبه يبقى انت لازم تستفاد ماديا بالظبط من بند الحراس المرمى، بند اللعيبه، بند كذا، بند وتاخد كذا، وتاخد ده في كل واحد في كل مكان بالظبط. فهي دي الفكره، ان احنا مش مدركين ازاي نشتغل. والافكار دي لازم تلاقي مسانده، عشان تلاقي مسانده لازم يبقى في حد فاهم بيدير ويستوعب الفكره لا لا ويقف في تطبيقها كمان بالظبط. لا ويساند ويساعد ده انا مش يوم ولا اتنين ولا لا ولا سنه، بتاخد سنين بتاخد سنين. فهي المساله مساله ان احنا ما زلنا بنشتغل بروح الهوايه. اوكي. ومع ان كره القدم ما بقتش هوايه لا اطلاقا، لان انت لو بصيت لاي نادي، الزمالك، الاسماعيلي، اقل نادي، انديه الدرجه الثانيه، هتلاقي 5 لعيبه اجانب، واللعيبه الاجانب دي جايه بمبالغ بالدولار كبيره جدا. مش انا بتكلم عن الفرقه في الدوري الممتاز، انا درجه ثانيه، الدرجه الثانيه كله. لان بقت في رؤوس اموال في الدرجه الثانيه، بقت في فرق عندها يعني فلوس وبتصرف، والمساله دي صعبت المساله على الانديه الشعبيه والانديه صحيح. انت بقى ازاي تعمل قانون؟ يعني مثلا في انجلترا الفرقه اللي طالعه من الدرجه الثانيه فلوس اكتر من الفريق اللي كسبان الدوري. صح. ليه؟ وفي السعوديه برضه استغربت جدا. لا ما استغربش، لان هو مش عايز يضعف المنتج. ايوه. ما هو انت لما هتدي له فلوس كتيره هيجيب لعيبه كواليتي كويسه، هياخد 80 مليون. وانت لو عملت احصائيه على الدوري الانجليزي استحاله هتلاقي واحد من الفرق اللي صاعد نازل في ساعتها. لا صح صح. وبعدين صراع الهبوط نقطه. يعني ليستر وايفرتون ونقطه. يعني في 29 30 31 مش عارف 32 جنب بعض. ما تعرفش لحد اخر لحظه. ففي سسبنس، عشان كده تلاقي الملاعب يعني كومبلي بفلوس كتيره جدا، فالاتحاد عنده ريع وعنده يعني المساله مش صعبه. بس عايزه يبقى فريق عمل، عايزه ناس تشتغل. أوكي. عايزه ناس تعمل راو للمنتج. ما هو انت كمان دلوقتي اي حته يقول لك الدوري الانجليزي احسن دوري في العالم. الدوري الالماني كامل العدد، لان في ناس بتشتغل على المنتج عشان يبقى في احسن حالاته. انت دلوقتي لما بتقعد تتكلم مع حد يقول لك يا عم فلسف لنا، يقلل من قيمتك ويقلل من شانك، مع ان انت تعبت كتير جدا عشان توصل لان انت تبقى فاهم في بعض الامور دي. يعني سافرت وتعبت وعشت ورحت كتير وقعدت عشان تبقى فاهم، وبعدين ما عندكش فرصه ان انت تنفذ الافكار دي، بتبقى بتصطدم بحاجات. الا طبعا يعني في بعض الناس اللي هي تقدر تستقبل منك الكلام ده وتقدر تاخده وتقدر تستوعبه وتحاول تنفذه. فاتمنى ان الكره المصريه تتغير يا رب، لان طول ما احنا ماشيين بالنمط ده، النمط الكلاسيكي ده، اللي هو بنقوم ساعه الحدث وننام بعد الحدث. صحيح. ايام المغرب قعدنا نقول المغرب المغرب ونفسنا نبقى زي المغرب وبتاع، دلوقتي الوضع اختلف تماما. بعد ما كان هنجيب مدير فني للاتحاد وهنعمل وهنعمل وهنعمل، كل حاجه بدات تهدى تاني مره اخرى لغايه لما هنشوف اللي جاي. يا كابتن ناجي شرفت ونورت وسعيد جدا جدا بحضرتك معايا، ودايما بستمتع بوجودك معانا، وبشكرك على المحاضره الاخيره اللي في اخر 10 دقائق ده. لان انا شخصيا استفدت منها كتير جدا جدا. يعني هي يعني از كوميرشال ويل زي ما بيقولوا، يعني بنحس الشكل التجاري لصناعه كره القدم، العالم اتغير بشكل رهيب. اتغيروا تماما. فاحنا نتمنى ان شاء الله، يعني انا شايف ان احنا عندنا في النادي الاهلي يعني بدأنا قريبين. لا لا مش بدأنا، احنا بقالنا فتره شغالين، وان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه كمان فيها يا رب
حاجه حلوه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن ناجي، شرفتني نورت، وكالعاده دايما بنسعد بوجودك معانا. انا اللي ببقى سعيد دايما معاك. ربنا يخليك. احس ان انا كان مستر هيديكوتي ربنا يرحمه جه مصر فلقى الخطيب امين صندوق النادي مصطفى عبده عنده بروجرام في التلفزيون ومش عارف مين، فكان سعيد جدا ولاده واللي هو كان مصدق. فكل واحد بقى في مكانه حلوه، فكان فرحان جدا. هي نفس الفرحه اللي احنا طبعا ده انا اللي احنا بيقولوا لي كابتن ناجي اللي احنا يعني فرحانينها بيكم وبنجاحكم وان شاء الله دايما كده دايما تبقوا شرف لينا تسعدونا يعني. ربنا يخليك يا كابتن مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.